السلام عليكم. اليوم جيت نعاود لكم قصتي وحكايتي. بغيت اي وحده محرومه من الوليدات او عندها تاخر الانجاب او كتعاني من العقم تدخل تفرج في هذا الفيديو اللي غادي تستافدوا منه بزاف. ودعيوا معايا لهادشي اللي غادي نقول لكم باش تعرفوا الحكايه ديالي وكيفاش وقع ليا حتى حرمني ربي من الوليدات وحتى ربي رزقني عاوتاني. خصكم ضروري تتبعوا معايا من البدايه، حيت يقدر يكون عندك مشكل من الطفوله ديالك وانت ما عايقاش. نعرفكم براسي، سميتي خديجه، في العمر ديالي 45 سنه. غادي نبدا لكم قصتي من الطفوله ديالي وغادي نختصرها لكم. انا بنت تربيت وسط عائله فقيره وعلى قد الحال. تربينا في ديور الكرة، كنا خمسه بينا، ثلاثة ديال البنات وجوج ولاد. الأب ديالي كان عساس في واحد العمارة والأم ديالي كانت كتشقى عند دوك العيالات ديال العمارة. كانوا ساكنين فيها غير الموظفين وكانت كتمشي تقضي ليهم الشغل وكيخلصوها باللي كتضله. مرة يعطيوها حويجات ومرة ماكلة ومرة ما يعطيوها والو، كل نهار رزق. حنا البنات كنا بنات الغيال، يعني متقاربين في العمر. خوتي الدراري قراو وانا وواحد اختي قرينا. اختي الكبيره كانت ما قراتش حيت كانت هي البكر ديالنا وكانت كتكل عليها امي في الدار ملي كتخرج ترزق علينا الله. انا قريت حتى للتسعة اعدادي وتما مرت واحد المرضى خايبه. رجع كيجيني نازيف واخا انا باقا بنت. العاده الشهريه في داك العمر دوزاتها عليا. داكشي اللي خلاني ما دوزت الامتحان وسقطت وقررت نخرج. بديت مع الاطباء وديما كيقولوا لي الهرمونات وهذا الشيء عادي، لدرجه انهم كانوا كيعطيو لي مانع الحمل باش يحبس لي النزيف وكيقولوا لي بلي ضروري خاصك تاخذيه. انا كنت صغيره وما كنتش كنعرف. وليدي داو شي علاقه بالحال وما قريبش، واللي شدوها كيخسروها عليا. المهم اللي كنت كنعرف انا داك الوقيته ان العاده الشهريه كانت كتجيني بالحريق بزاف، وفاش كانت كتجيني كتجيني بالفيضه لدرجه انني خصني نبدل حتى الخمسة وستة المرات في النهار. بقيت نتبعها داك الفاني شي 6 شهور صافي حتى تقدات ليا الدوره وزولوها ليا الطبيب. من بعد بقيت شي 3 سنين كنت غير جالسه في الدار. ثم قررت نخرج نبقى نمشي نعاون ماما مع دوك العيالات. داكشي اللي درت كل نهار نمشي عند الدار وفي نفس العماره اللي خدام فيها بابا. عائلتي معروفين الناس طيبين ودراوش. خوتي تا هما داخلين سوق راسهم وخدامين، واحد كيدير ميكانيك مع واحد السيد وواحد داير فراشه ديال الديسير وكيترزق الله. واختي وحده كتقرا من الدار للمدرسه، واختي الكبيره خطبها واحد السيد عسكري وكيتسنى الموافقه ديال الدوله باش يتزوجوا. وانا دائما مع امي بحال الله وما كان فارقهاش. المهم كل شيء الامور طيبه حتى الواحد النهار كيف العاده وحده من دوك الناس اللي كتمشي عندهم الام ديالي عيطوا عليها باش تجي تعاونها حيت ولدها في كندا وجاي وخاصها توجد ليها داك الشيء اللي خاصو يتوجد. هي هذيك مشينا عندها وجدنا معها كل ما الد وطب من الماكله. كانوا ناس ميزورين بزاف ولاباس عليهم. المهم وجدنا الغد اللي رجعنا حيت الولد غادي يجي من كندا وضروري نكونوا حيت هما دايرين لي حفله بالمناسبه ديال الرجوع ديالو. بغاو يفرحوا بيه حيت مده ما هبطش للمغرب. بدينا كنوجدو. انا الصراحه كنت مقابله غير غسيل الماعن، كاينين الطيابات والام ديالي هي اللي كتسير الامور هي ومرات الدار. مولات الدار كانت مأمنة الوالدة ديالي بزاف حيت سنين وهي عندها. المهم جا الوالد وبداو الزغارات وداروا الحفلة، جاو الناس كل شي داز بخير وعلى خير. كانوا عنده خواتات مزوجات وهو الوحيد عند أمه، وجاو شي ناس قراب ليهم بزاف بحال عمامه وخوالتاته. المهم كل شي شرب كل شي كلا كل شي ضحك كل شي نشط. أنا غير واقفة في البوطاجي كنغسل الماعن. شوية هو يدخل واحد الشاب آية في الجمال، دخل عندي الكوزينة. أنا شفته تخلعت الصراحة ما شاء الله عليه،
فاش تفيد غي حضرت عينيا. كنت نطلعك مامي هبطتهم بالزربة، الصراحة كنحشم ما هضرش معايا من غير السلام اللي قالها فاش دخل. فتحت الثلاجة ما عرفتش شنو خدا وخرج بالزربة. صافي كملنا شغلنا، جمعت لينا مولات الدار حق خوتي وخواتاتي، والوالد هبطوا لي حقه لتحت حيت كيف ما قلت لكم هو عساس ديال العمارة. حنا مشينا في حالنا وصلنا راجلها، وصلتنا مولات الدار باش نغدا نرجع باش نرسيو المعن ونقادو الدار مورا الحفلة. وداكشي اللي درنا، غير نضنا في الصباح جا راجلها عاود جابنا، جمعنا الدار. انا يلا كنخمل في الصالون، والام ديالي كترجع للمعن الكوزينة كل حاجة في بلاصتها، وداك ولدها جالس كيتفرج في التلفازة. الصراحة كنت غادي ندوب بالحشمة شوية، وانا كنسمعو كيقول لي شنو سميتك. انا بالتلفة قلت ليه واش انا؟ قال لي لا هاديك اللي وراك. وعلى نيتي درت كنشوف ورايا، هو بدا كيضحك. قلت ليه سميتي خديجة؟ قال لي اسمي فؤاد. قلت ليه متشرفين. مشيت بالزربة، انا دخلت للكوزينة وما تقول لي اشنو قال لك فؤاد. قلت ليها والو، غير سولني على سميتي. وهي تقول لي ما تبقيش تدوزي من البلاصة اللي كيكون فيها، هو ما عندوش مع داك البسالة. صراحة تشكيت وما عجبنيش الحال، حسيت بواحد الإحساس غريب. قلت علاش زعما تعاملت معايا بحال هكذا؟ أنا براسي ما عنديش مع داك البسالة. هي هذيك كملنا تقريبا المسائل كاملين اللي خصهم يتقاضوا، بقى لينا غير واحد البالكون. دخلت ليه انا عاد كنمسح ونجفف، هو دخل عندي قال لي واش عندك تليفون؟ وانا جيت هاربه ما بغيتش نجاوب. وقف ليا فم الباب ديال البالكون، قال لي ما تخافيش مالكي هاربه، راه عندي خواتاتي وكنخاف الله. قلت ليه لا ما عنديش تليفون. صافي مشى كملت شغلي. جينا خارجين، انا وقفت في الباب كنتسنى الام ديالي. كانت مولات الدار كدوق عن داكشي اللي جاب ولدها من كندا، هو تم جاي عندي مد ليا تليفون ما بغيتش نشدو عليه، وهو يلصقو فيا بالسيف. بقيت كنرجف. قال لي راه فيه النمره وكلشي، انتي منين توصليش عليه وصافي. يا ربي اش هاد الموقف تحطيت فيه؟ واش انا كنحلم ولا شنو؟ ما عرفت ما ندير. وصلت للدار وانا مرفوعه، امي كتهضر معايا وانا ما على بالي شنو كتقول. وصلت اول حاجه شعلت التليفون، لقيت ميساج اس ام اس قال لي انا فؤاد نتمنى تقبلي صداقتي. جاوبته قلت ليه علاش درتي بحال هكذا؟ قال لي عجبتيني وصافي. انا الصراحه حسيت قلبي يضرب، اول من مره نهضر مع شي شاب وخصوصا بحال فؤاد. بقيت كنهضر معاه مده ديال الشهر تقريبا، هو كان غادي يجلس تقريبا شي 3 شهور. ارتاحت ليه، افكارنا متشابهين، بديت كنحس بيه بلي كيبغيني، ولفنا بعضياتنا. حتى لواحد النهار هو يعترف ليا وقال لي واش تقبلي تزوجي بيا. صراحة تصدمت بالطلب ديالو، حيت اصلا الهضره اللي كنا كنهضروها انا وياه كانت هضره نقيه بزاف، ما عمرنا هضرنا فشي مسائل خارجه عن اطار الزواج او عن شي حاجه ماشي هي هذيك، ديما الهضره ديالنا نقيه. وبالزربه قلت ليه اه، كان شاب ظريف قاري وواعي ومؤدب، والصلاة والدين والعبادة المهم أي مرة تحلم تزوج به. صراحة لقينا مشكل مع مو اللي رفضت في البداية. أنا ملي وليت كنهضر معاه في التليفون ما بقيتش كنمشي عند مو، ما بقيتش كنمشي مع الوالدة ديالي باش كنتجنب المشاكل. فين ما كانت كتبغي تمشي عند داك السيدة كنقول لها مريضة ولا كندير شي عذر. كل مرة كنلقى عذر باش ما نمشيش مع الوالدة عندهم باش نجتنب المشاكل مع مو. صراحة لقينا مشكل مع مو اللي رفضت في البداية، ولكن بطريقته خلاها توافق. جاو خطبوني وخا خنفرهم طالعين في السما، خواتاتو كاع مراضين بيا وبعائلتي حيت حنا ناس بسطاء وخدامين عندهم، با عساس ومي خدامة عندهم. هكداك تجاوزت داكشي كامل على قبل فؤاد. درنا الخطوبة وانا كنحس بيهم مقجوجين. كان باقي ليا شي ايام ونكمل 18 عام، جمعنا الوراق وعقدنا، درنا عرس في احسن قاعه. الصراحه كبر بيا وما خلى ما دار على قبلي. العرس كان اسطوري،
بكيت بقوة الفرحة. نسيت ما قلت ليكمش، فؤاد كانت في العمر ديالو 28 عندك الساعة. قلت الحمد لله، صبرت ونالت، تزوجنا، هو كان في داك الأسبوع غادي يرجع. الصراحة كل شيء داز بالزبا، ما يحسبش لي أنني غادي نتزوج في طرف شهرين وما وصلاش. رجعت مرات الراجل اللي كنت خدامة عندهم في الدار، دوزنا الدخلة في لوطي المعروف وغالي في مدينتنا. الصراحة ما درنا الشهر العسل حيت كان خاصو يرجع ضروري في حاله. بقيت مع أمه بين ما يمشي ويدفع ليا باش نلتحق به، وهنا غادي تبدا المعاناة. جلس معايا أسبوع وقال لي: يا شوفي خديجة، أنا بغيت وليدات، ما عنديش خوتي، تمنيت نولد شي وليد نديرو بحال خويا. قال لي: ما غادي ديري لا مانع الحملة والو، باش إلا سهل الله وحملتي تجي لكندا تولي. وفعلا ما درت حتى شي مانع، مشى هو. سنيت ربما نحمل في داك الشهر اللي بقى معايا، تقريبا بقى معايا شي 12 يوم، ولو ما بان حتى شي حاجة. جا النهار اللي غادي يرجع، وهنا المعاناة غادي تبدا مع الأم ديالو وخواتاتو اللي كانوا مقابلين غير التحرش فيه. كانوا كيعتبروني غير خدامة بحال اللي كنت قبل، إلا بغاو غير كاس الماء كينوضو ينجيبو ليهم. ما كنتش كنحس بلي أنا عروستهم. والأم ديالي مسكينة كانت فين ما كتجي ديما كتسمع على الهضرة قدامي وكتخشي فيها الهضرة، وكانت ديما حاضية معايا لنعطيها شي حاجة. تصوروا واحد النهار كانت عندنا واحد العراضة، ونتت ليها حق تخوتي، ما خلاتش ليا بلا هضره، درجه امي حطت داكشي من يديها ومشات وراسها في الارض. مهم دوزت عليا العذاب. صراحة راجلي دفع ليا وما سهلش الله. جا هو للمغرب وقال لي: خاصني نديك الطبيبة ديال العيالات باش تشوف واش عندك شي مشكل. وفعلا خداني عند الطبيبة. اول ما دارت ليا الفحص بالمنظار وهي تقول لي: واش ما كنتيش كتعاني قبل ما تزوجي من شي اعراض؟ قلت ليها: اه راه كانت كتجيني العاده الشريف نزيف حاد وبالحريق، وكنت كندوز. وكانت كتقول لي الطبيبه: عندك هرمونات. وحطتني واحد الفانيد ديال مانع الحمل. غير سيد سمع هاد الكلمه ديال الفانيد ديال مانع الحمل وهو ينوض واقف. قال لي: كيفاش مانع الحمل وانتي عزبه؟ ما يمكنش هاد الشيء. قلت ليه: الطبيبه سيدي جلس ونشرح ليك. وفعلا شرحت ليه الموضوع، علما مع هو كان قاري، ما لقيتش معاه المشكل، غير فهم الموضوع وهو يسكت. ولكن صدمتني الطبيبة وقالت لي بلي عندي تكيس المبايض، وبلي عندي قدامي في داك الوقت ديال مرحلة البلوغ، وهما اللي كانوا كيديروا لي الوجع والنزيف. حارت حيت الأطباء ما بانش ليهم. قلت لي: ربما كان صغير لأنه كيس دموي وكيزيد في الحجم. المهم أنا تصدمت. قال لها رجلي: ودابا كيفاش مع الولاد؟ هو الصراحة ما عجبنيش في هذه القضية، حيت شتو مركز على الولاد وما مركزش على الصحة ديالي. قلت لي: ضروري إما نديرو عملية نزولو الأكياس، ولكن راه ممكن يرجعوا، وإما نعطيها الدواء نتسنى ونرجع في الله. قلت ليه: داكشي ديال الله وأمنا في الله. المهم قال لها: نفكر ونشوف. هي هذاك خرجنا من عندها وقع البجوع ليا، وحسيت بيه ما حملش الهضره اللي قالت له الطبيبه. قال لي: انا بوحدي في وسط خوتي، وتمنيت يكون عندي ولد ونديرو بحال خويا. انا تألمت وبكيت. قلت لي: انا ما كرهتش، ولكن ما تفقدش الامل، كل شيء قريب عند الله. المهم خداني عند طبيبة أخرى في نفس النهار، وهي اللي غادي تزيد تكمل علينا. قلت ليه نفس الهضرة اللي قلت لي الطبيبة الأخرى، ولكن قلت ليه محال تولد. شي أطباء الله يعفو عليهم كيطيحوا لك المعنويات وكيخليوك تعيشي مكتئبة، ما عرفوش أن الله سبحانه وتعالى كبير ورحمته واسعة. رجعنا للدار وربي اللي علم بيا. كل لقيت الأرض تشق وندخل فيها. كيف وصلنا؟ دخلت للبيت سديت عليا وهو دخل. امو بدات بلونكيطات. الصراحه انا ما بغيت نقول ليها والو، خرجت من البيت وخليته معاها. بقيت كنبكي، هو كان سمعو كيعاود ليها بالتفصيل الممل.
خسرت عليه كلمة واحدة أخوتي، قالت لي الزواج بلا خاطر الوالدين هذه هي العواقب ديالو. بقى هو حزين وما كيهضرش، وحسيتو بحال اللي ناد. دوزنا داك الايام قالب عليا وجهو، كنهضر معاه كيقلب عليا وجهو، كيمشي ناس قبل مني ولا من بعد المرات كيمشي للصالون ينعس. المهم قررت نهضر معاه ونفتح معاه طاولة الحوار. قلت ليه فؤاد، واش حتى لهاد الدرجة الولاد أهم مني ومن صحتي؟ قال لي أنا بغيت ولادي. قلت ليه أنا راه ما غادي ما عنديش مرض خاطر، وهاد المرض راه ممكن يتعالج. قال لي ولا ما تعالجش ولا بقيتي هكذا؟ قلت ليه داك الساعة كلام آخر، انت باقي صغير وأنا باقي صغيرة، كون متفائل بحالي. المهم حاولت نقنعه شوية وقلت ليه أن ربي هو الرزاق. عيت للأم ديالي وعودت ليها كل شيء. قلت لي غادي نجيب لك واحد العشبة سميتها الضغموس، راه تكونوا كتسمعوا بها، راه كيقولوا كيطيح الكيس. وفعلا جابتها ليا، كنت كنطحنها مع الليمون ونشربها، ومن بعد المرات كنت كنديرها مع اللبن. وتبعت الدواء اللي عطاتني الطبيبة اللي مشيت عندها أول مرة، وهالو كيناش نتيجة. السيد رجع في حالته وخلاني حائض، يعني ما كاين والو. هو مشى ربي اللي عالم بيه، كان مجنون على الولاد بطريقة ما تتخيلوهاش. السيد بغى يحمق، تصوروا خلاني حائض. واحد النهار اتصل بيا قال لي واش ما كاين والو، واش درتي التيست؟ قلت ليه الراجل نعش الشيطان فؤاد، ترى خليتي الدور عليا، كيفاش غادي نحمل؟ المهم دوزت العذاب، وخصوصا مع امو اللي كانت كتقول لي الهضره بحس، لدرجه الا كنت غير خارجه معاه وشافت شي وليد مع امو كتعنقو وكتبوسو وكتقول له تمنيت حتى انا ولي يكون عنده ولادو، وانا كنموت في بلاصتي. كنرجع اخواتي للدار كنبقى نبكي نبكي نبكي، وكنطلب الله حتى انا ما يحرمنيش. واش انا خوتي كرهت؟ عباد الله حتى شي وحده ما كرهت، ما كرهتش نقطع ولادي من لحمي ونجيبهم، لكن هادشي اللي كتب عليا الله. المهم بديت نتبع داك الدغموس. واحد النهار فقت لقيت راسي غارقه في دمياتي، بديت كنغوت وعيط على لومبيلونس. جاني نزيف حاد، وبسببه قالوا لي الا بقيتي هكا خاصك تحيدي الوالده. الله يا سيدي يا ربي نحيد الوالده، وانا ما كملت حتى 20 عام في عمري، نحيد مات ولادي وانا مازال صغيره. كان عندي امل كبير، عارفين الطب في المغرب ما كاين غير التكزر. المهم ما بغيتش وما فقدتش الامل، قلت ليهم انا ما نزوجش الوالده ديالي. بقيت ناعسه في السبيطار 3 ايام، خرجت نهار الرابع ما تصوروش حالتي، كنوقف وكنطيح. فاش درت حالي لقاو عندي فقر الدم الحاد، بقيت كنعالج فقر الدم وما بقيتش كنشرب دوك الاعشاب، وزولت داك التخربيق كامل حيت كان اللي قال لي شي حاجه كنجربها. انا خواتاتي غير كنختصر لكم، وبلا ما نقول لكم الاسماء ديال العشوب اللي كنت كندير، كنصحكم ما تجربوا حتى شي حاجه. دازت عام على زواجي، الورق مازال ما خرجوا ليا، وانا باقا في الهم والغم مع مو خواتاتو. تصور خواتاتي حملت واحد الاخت ديالو، وكانت كتجي توحم عليا وديما كتخشي فيا الهضره بحال السم، لدرجه كنت كنبغي نقش راسي بالفقصه. وراجلي ما كنقدرش نهضر معاه، وديما كيغوت وكيهضر معايا على نيفو، وخصوصا ملي جاب الخبر ديال اختو انها حامله. الام والاب ديالي كيقولوا لي صبري يا بنتي، الحكم الله، دابا ربي سهل عليك. واحد النهار وانا كنقول ربي هو اللي كيرزق وانا مامنه به، علاش ما نرجعش لطريق الله؟ وبديت كنقلب على ايات من القران ديال الرزق، وانا نقرا سوره الفاتحه لقيتها عظيمه. درت نيتي وبديت كنقرا سوره الفاتحه في الماء 7 المرات، وكنشرب وكندهن كرشي والجسد ديالي. بديت كنصلي وندير الدعاء وقيام الليل والاذكار والاستغفار والصلاه على رسول الله
سورة البقرة اللي كنت كنقراها يوميا. المهم رجعت عندي واحد السكينة وواحد الطمأنينة الحمد لله رب العالمين، وحتى عكوسي حسيتها رطابت معايا، حيث بنتها اللي كانت كتعيق عليا بالحمل ولدت ولد من ذوي الاحتياجات الخاص. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما عمركم أخواتاتي تبانوا بولادكم عند واحد ما عندوش، وما عمركم ما تبانوا بفلوسكم عند واحد فقير، ما عمركم ما تبانوا بشي حاجة عطاها لكم الله، راحت اللي كيعطي راه ياخد. المهم الله يشافيه مسكين بقى فيا، حيت هزت ذنب أمو كانت كتبكيني خواتاتي، كتشري الحوايج ديال الدراري وكتجي توريني وكتبقى تختار بالأسماء وكتضل تهضر في التليفون مع صحاباتها على داك الحمل، لدرجة أنها فاش كانت كتوقف كانت كتمشي كتعوج قدامي هي باش نتألم، لدرجة أنها كانت كتجلس وكتقول لما راكي يضربني برجلو راكي يضربني بيدو أحملنا أحمل ليه. المهم أنا كنت حاسداهاش، ولكن كنت كنقولو يا ربي كما فرحتيها فرح، يا ربي كل شي بيدك وانت على كل شيء قادر. كمل لكم أخواتاتي، هاد اختو فاش تزوجت كانت كتكمل قرايتها حتى تخرجت عاد قررت تولد. المهم ربي انتقم منا وانا بكيت على ذاك الحال، الدورة تنضمات وما بقاش عندي نزيف، تعالجت من فقر الدم والحمد لله، وحتى النور رجع ليا في وجهي وحتى الوراق خرجوا ليا، جا راجلي باش يديني لكندا باش نتما نتبع الحمل ربما يجيب الله سبحانه وتعالى. مع قال لي راجلي عندهم الطب شويه متقدم ربما يعطوني ادويه اللي تعاوني باش نحمل. صافي جلس معايا شي 15 يوم ولقاني في ايام التبويض، بين ما قدينا الامور مشيت معاه بعد ما ودعت عائلتي اللي ما سخيتش بيهم، وحتى عقوسي بكات عليا كنت معمره عليها ونافعاها ومحمره ليها وجا قدام معارفها، بكات عليا بزاف وما سخاتش بيا. مشينا لكندا، حياه جديده وعالم جديد، قدينا الامور رصيت حويجاتي ارتحيت مده ديال 20 يوم، حسيت براسي عيانه مراهقه. قال لي راجلي يمكن تبدل عليك الجو وصافي، ولكن كل نهار العيا والدوخه كيزيدوا والتعب غير ما كيزيد. خداني عند الطبيبه ديال النساء باش نتبع الحمل وتشوف هاد الارهاق مناش، وكانت اخواتاتي المفاجاه اللي كنت منها لكل وحده، اي وحده كتسمعني ما عندهاش وليدات كنت منا لها بحال هاد النهار هذا، لقاتني حامله. اخواتاتي قدره قادر حملت، والمفاجاه الكبيره قالت لي بلي عندك توأم، واخا ما كنتش متاكده في الاول. الراجل بدا كيعنق فيا قدامها وكيدير بالفرحه، ما تصوروش لدرجه عنقني وبدا كيبكي، ولكن الصدمه انها لقات عندي سكر الحمل بعد ما درت التحاليل. قالت للراجل ما تخافوش هذه مساله عاديه ولكن خاصها مراقبه. دازت 3 الاسابيع رجعت للفحص وتما اكدت لي انه عندي توأم، ولكن الجنس قالت لي غادي نعطيك موعد اخر باش نتاكدوا شنو هو الجنس ديال الجنين. فاش كملت 5 شهور تبين اني حامله بولد وبنت. الله اكبر، الحمد لله رب العالمين. عقوسي كل نهار كتعيط لي وكتبكي وتقول لي سمحي لي. المهم دازوا ايام الحمل كنت بحال شي ملكه، رجلي كيجيب لي كل شي طيب، غرقني في الكادويات. المهم ما تكونوا نتوما يا الحبابات يا المحرومات، ربي رزقكم الذرية الصالحة. كملت فترة الحمل واخا كانت صعيبة شوية، وولدت ولادة قيصرية، الصراحة تعذبت، ولكن في سبيل الله ودوك الوليدات اللي معمرين عليا حياتي ماشي مشكل، ولدت أمنية وآمين. البنت سماها باها والولد أنا اللي سميته. دابا تبارك الله ولاو كبارين ما يكونوا وليداتكم وغزالي، ولكن المشكل انه رجع ليا تكيس المبايض بعد ما داروهما 6 سنين، قررت انني نولد وما جابش الله. سنوات وانا كنقلب دابا على الوليدات ولكن ما جابش الله.
فاش تبات عند الطبيبه قالت لي راه التكيوسات رجعوا، ولكن الحمد لله بقيت مع نتبع مع واحد الطبيبه، ومازال كندير الاذكار والصلاه وكل شيء. ربي كبير، واخا عندي 45 عام وليداتي كبروا تبارك الله ولاو قدي في الطول، مازال عندي امل انه ربي يرزقني من فضله، وما عمرني ما فقدت الامل الحمد لله. واخا ما يعطينيش وحدين اخرين، عطاني من هك ومن هك وما خلانيش نشوف ليدي. يا ربي ترزقكم تنتوما يا ربي، وما يحرم حتى ام واب بالذريه يا ربي. بغيتكم تكونوا كلكم اباء وامهات، لانه احساس زوين بزاف. بغيت نقول لكم ما تفقدوش الامل في الله، ربي كبير ورحمته واسعه، خاص غير يكون ايمانكم به قوي، وعلى نياتكم ترزقون، ولكل امرئ ما نوى. وهذه هي قصتي وحكايتي، ونتمنى ان شاء الله تاخذوا منها العبره، وماشي اللي قال لكم شي حاجه غادي ديروها وما تسلموش، وعرفوا يكون عندكم يقين كبير بان الله هو الرزاق ذو الفضل. ونختم لكم بالايه ديال القران اللي كتقول: بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يعطيكم ويعطينا من فضله وإحسانه وجوده وكرمه يا رب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. القصة ديال أختنا خديجة من كندا بالصراحة كانت قصة مؤثرة وفي نفس الوقت معبرة، وكذلك حزينة ومفرحة. الحمد لله رب العالمين ان الله رزقك وما خلاكش تراعي كما قلتي، وكنطلب الله سبحانه وتعالى من هذا المنبر انه يرزق كل محرومة يا رب من الدرية، ويفرح كل رجل ومرأة ما عندهمش وليدات يا ربي. ونعود نقول لكم كيف ما قال الله سبحانه وتعالى وذكرت لكم خديجة: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نتمنى ان شاء الله تكونوا خديتوا العبره من هذه القصه، وما تفقدوش الامل. ربي كبير ورحمته وسعت كل شيء. قناه سمع حكايتي كترحب بحكاياتكم، قصصكم، مشاكلكم واحزانكم، خاص مفتوح للجميع. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء. وكيف ما عودتكم دائما، قناه سمع حكايتي ماشي غير للفرجه بل للعبره. اللي باقي ما اشتركش في القناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، وكذلك باش تكبر العائلة ديالنا. بارتاجيو هاد لافيديو باش تعم الفائدة. مع السلامة.